أراك يعتصرك الألم. أهو؟ لا لا لا، ليس الأمر كذلك، بل هو الإجهاد الشديد يا آزر. وحملت أم إبراهيم ولم تبين حملها للناس، فلما كبر بطنها تحدثت مع آزر. يا آزر، إني قد اعتللت وأريد أن أعتزل عنك. كما تشائين. وفي ذلك الزمان كانت المرأة إذا اعتلت اعتزلت زوجها، فخرجت أم إبراهيم واعتزلت في غار. يا له من ألم فظيع يكاد يقتلني. ولدي حبيبي، بماذا أسميك؟ بماذا أسميك يا ولدي؟ سأسميك إبراهيم. إذن أنت إبراهيم. إبراهيم. وولد إبراهيم عليه السلام، ولد أبو الأنبياء، وضعته أمه وهيأته ورجعت إلى منزلها وسدت باب الغار بالحجارة، فأجرى الله لإبراهيم عليه السلام لبنا من إبهامه، وكانت تأتيه أمه فتراه بخير، لقد نجا من الذبح. وكيف شب إبراهيم سريعا؟ كان إبراهيم عليه السلام يشب في اليوم كما يشب غيره في الشهر، حتى مكث في الغار 13 سنة وزارته أمه. قال لها: يا أمي أخرجيني. يا بني، لو علم الملك النمرود أنك ولدت في هذا الزمان لقاتلك. فلما خرجت من الغار وقد غابت الشمس، نظر إلى الزهرة في السماء فقال: هذا ربي. فلما غابت الزهرة قال: لو كان هذا ربي ما تحرك ولا برح. ثم قال: لا أحب الآفلين. فلما نظر إلى المشرق وقد طلع القمر،
قال: هذا ربي، هذا أكبر وأحسن. فلما تحرك وزال قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما أصبح وطلعت الشمس ورأى ضوءها وقد أضاءت الدنيا بطلوعها قال: هذا ربي، هذا أكبر وأحسن. فلما تحركت وزالت هنا أراه الله ملكوت السماوات والأرض. أريد أن أسألك يا شيخنا الجليل. سل يا بني. عن قول إبراهيم عليه السلام: هذا ربي، قالها لغير الله، هل هذا شرك والعياذ بالله؟ من قالها اليوم أشرك، ولم يكن إبراهيم أشرك، إنما في طلب معرفة ربه حتى يعلم ويبحث في الكون عن الخالق البارئ المصور. وماذا فعل آزر عندما رأى إبراهيم ولده؟ كان موقفا مثيرا وغريبا. كيف سأدخل بإبراهيم على والدي الذي لم يقابله ولا يعرفه ولا يعرف عنه أي شيء؟ يا له من موقف عظيم.